مرة أخرى النوم واخدينه بشكل مسلم، لكن يعني ملايين الناس عندها أرق، والنوم قد يؤدي، قلته قد تؤدي إلى أمراض، أو الأمراض قد تؤدي إلى قلة النوم. دكتور أيمن، أيهما يسبق الآخر؟ يعني الناس عيانة فما تنامش، ولا إن قلة النوم قد تؤدي إلى أمراض؟ هو الاتنين مظبوط بيحصل كده، الاتنين، لأنه زي ما قلنا انه اثناء اليوم في الصبح في خلايا بتموت وبتفرز مواد سامه، فمهم جدا ان الجسم يتخلص من المواد السامه. المواد السامه دي لو ما حصلش التخلص منها مناعه الجسم بتقل. حضرتك لو تفتكري مثلا، كلنا عارفين انه الشخص، اي واحد فينا جاله دور برد يقول لك انا هخش انام شويه وهصحى كويس. طب ايه الحاجة السحرية اللي بتحصل في النوم؟ جهاز المناعة بيشتغل بكفاءة احسن، بيشيل السموم ويشيل المواد، الخلايا اللي ماتت والسموم اللي منها اللي طالعة، وجهاز المناعة بيتحسن، فمناعة الجسم بتقدر تتغلب على الفيروس. تمام. الكلام ده ينطبق على امراض كثيرة جدا، وبالتالي عدم النوم بيقلل مناعة الجسم ضد امراض كثيرة ومتعددة ومختلفة. فقلة النوم تؤدي لإيه بقى؟ ممكن تؤدي لأمراض زي إيه؟ يعني إحنا قلنا قد تؤدي إلى جلطة في القلب. جلطة في القلب، جلطات عامة، أمراض زي طبعا السليب أبنيا، الشخير، أمراض المناعة عامة، اللوبس، الروماتويد، الأمراض اللي السرطانات بتزيد، لأن أنت بتتكلم على مناعة الجسم وقدرته على التعامل مع أي تهديد. لما كل الخلايا بتواجه سموم فبتقلل كفاءتها، تبقى كفاءة الخلايا كلها للتعامل مع أي فيروس اللي هو في وقت آخر ممكن الجسم يتعامل معاه ببساطة. حضرتك معلش أنا عايز أوضح، كتير من أنواع السرطانات مصدرها أصلا فيروس أدى إلى تغيير في بعض الخلايا، وتبتدي بعد كده الخلايا دي تتكاثر. فلما يبقى مناعة الجسم ضعيفة، أمراض كثيرة جدا ومتعددة ومختلفة تظهر.